انت بتتكلم على انك انت عايز تعيد اعاده هيكله وزاره الداخليه، وانا بقول لوزير الداخليه انا مع الفكره. ايه يا دكتور؟ ايوه انا مع اعاده هيكله كل حته فيك يا مصر. ليه؟ التطوير جزء من الحياه الانسانيه، ولو انت ما اعترفتش بيه وجريت على انك تعمله يبقى انت مش يعني مفردات الدنيا ما انتش تعرفها. يعني تقول لو جيت قلت ايه مؤسسه الجيش خلاص كفايه كده، مؤسسه القضاء كفايه كده، مؤسسه الخارجيه كفايه كده، لو انت عشت بالفكره ديت كصانع ومتخذ قرار في وقت في وقت ما، انت بلا مؤاخذه بتتخلف عن مرحله عصرك. فالفكره هنا مش فكره مطلب شعبي لاعاده هيكله، لا، ده التطوير والمستهدف لاي مؤسسه من مؤسسات البلد بغض النظر عن 2011، ده عمل لابد ان كل المختصين وكل المسؤولين يكونوا دايما شايفينه وبيجروا عليه. ولما تطور النهارده وتفكر في التطوير بكره، وتطور بكره وتدور في التطوير بعد بكره، لكن لو توقفت على جمود بادبيات انت كنت عايش بها من 50 سنة على سبيل المثال، وده النقطه اللي انا معلش يا سامح هتلاقيني بقفز بينك وبين وزير الداخليه. لما جه الوزير سامح يعني كوزير داخليه انا ما كنتش اعرفه، فقعدنا عشان نتكلم على السياسة الخارجية المصرية. ففي الوقت ده كانت الانطباع سلبي جدا عن الدولة المصرية، مش بس عشان المحاولة الداعمة من جانب القوات المسلحة لإرادة الشعب المصري، ولكن ده الانطباع اللي كان موجود، انطباع سلبي جدا. ثم بقيت الدولة غير مستقرة والاضطرابات فيها عالية جدا والأمن فيها مضطرب للغاية والأعمال الإرهابية بتمس حتت مش بس سيناء، لا ده في كل ده كان في الصعيد موجود، قاموا حرقوا 65 كنيسة ولا 70 مش كده، قاموا حرقوا دول وأبراج الكهرباء ومحطات الكهرباء وأي حاجة قدروا يوصلوها عملوها. فلما جينا بنتكلم احنا وسامح قلت له يا سامح انا ادبيات السياسه عندي مختلفه عن ادبيات السياسه الدوليه من غير ما حد يزعل يعني اللي بيتم تدريسها في كليه السياسه والعلوم الاقتصاديه. ممكن الدكتوره هلا تزعل من الكلام ده. قلت له لا، وانا عندي ثقه كبيره جدا جدا في هذه الادبيات، والثقه دي نابعه من قيم اخلاقيه ودينية أنا بعتقدها، حتى لو كان النتائج هتبقى تجد مقاومة وعدم استعداد والممارسات مش ماشية. فقلت له لا، احنا لا نتدخل في شؤون الآخرين، لا نكون عامل هدم أو تخريب للدول، لا يعني نكون عندنا استعداد للصبر الاستراتيجي في الأزمات والصراعات اللي ممكن تقابلنا، لأن احنا دولة هنعيش زي كل الدول لها أزماتها ولها مشاكلها. فاحنا لا يمكن ابدا يكون ازماتنا وصراعاتنا تبقى هنتعامل معاها بالصبر الاستراتيجي والافكار، ولكن ابدا مش هنخش انت تعمل بيان وراح انا مطلع لك بيان، مش ده اللي بيعملوه؟ انت تروح عامل لي طارد لي سفير راح انا بطارد لك سفير، مش ده اللي بيعملوه؟ لا احنا مش هنعمل كده خالص. وبالتالي احنا هنعيد بناء السياسه المصريه على ثوابت هي مش ادبيات السياسه القديمه. الريادة والقيادة والكلام اللي بتحبوا تقولوه كلكم، لا انت بتمارس سياسة سياسة تعاون وتشارك مع الآخرين. هتقول لي انت كلام ده كلام مثالي، هقول لك والله النتائج قدامك. هقول لك يا أحمد النتائج قدامك.